الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على شهدائنا الأبرار ورحمته على أرواحهم الطاهرة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. نقف اليوم هنا في مقبرة لطالما حوت قبور شهداء عظام، بالتحديد عند قبر يبدو صغيرا بحجمه، عظيما بعظمة تلك الجنين المظلومة الراقدة تحت ثراه. في هذا اليوم 29 من شهر مارس لعام 2011 تلقيت نبأ استشهاد ابنتي حوراء بعد اختناقي بسبب الغازات السامة بتاريخ 25 من نفس الشهر. في هذا اليوم ارتقت روح حورائي إلى الله بطهرها بنقائها ببراءتها، فهنيئا لك يا قرة العين، ولعن الله قاتليك وظالميك. بين أم تكلى مفجوعة رزقها الله نعمة الحياة مرة أخرى، وبين أب مصدوم مفطور القلب رحلت حوراء من هذه الدنيا الفانية مسرعة لجنان الرحمن الخالدة، ونالت مرتبة عظيمة لم ينل شرف الحصول عليها إلا عباد الله المخلصين، جعلنا الله وإياكم منهم. بتاريخ 4 من شهر إبريل ولدت حوراء، ولكن بأي حال جنين مغمض العينين اللتان لطالما تمنينا أنا ووالدها أن نراهما هنا وفي مغتسل هذه المقبرة. كانت حوراء ممدودة والملائكة تحف جسدها الطاهر، غسلت وحنطت بالسدر والكافور بينما جهز كفن صغير لف به ذلك الجسد الصغير، وحملت بين يدي والدها الذي لم يتمالك نفسه فانزلها جدها لروضتها. وقوفنا هنا اليوم إنما هو لشحذ الهمم وتجديد العهد والوفاء للشهداء بالروح بالدم. نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد. وقوفنا هنا اليوم هو تأكيد على أن دماء الشهداء الطاهرة الزاكية لن تذهب سدى، وأننا باقون على مطلبنا مهما كان الثمن. هي ليست مجرد ذكرى نحييها في كل عام، الشهداء أحياء معنا، هم أحياء ولكن لا تشعرون، هم أحياء معنا نحيي ذكراهم دوما باتباع نهجهم وإظهار مظلوميتهم على مر الأيام. فلا تكن ذكراهم عابرة، فلنكن أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا حين لبينا نداء الشهداء. اللهم تقبل منا هذا القربان، وارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمشى الله يا شهيد. حياكم شباب، حياكم. قبل الفاتحة حياكم الله.